خلاص عشان زكية. اسكت امي تسمع تزعل تبقى حكاية. تزعل تزعل ما هي دايما زعلانة معايا. الحفلة النهاردة هي بمناسبة عيد الام ويوم اليتيم. ده الكلية هي عاملاها، لكن احنا جايين عشان نقول للشباب والكل اولياء الامور واي حد عنده ذوي احتياجات خاصة، احنا نقدر نعمل كل حاجة. استعدنا للحفلة، هو ده الطبيعي بتاع زي اي حد بيبقى عنده شيء. نظمنا للموضوع، حبينا ندخل البهجة على الناس الموجودة وعلى اولياء الامور. ما اقدرش انكر بصراحة اهم حاجة بالنسبة للولد ذوي احتياجات الخاصة يكون ولي الامر، هو اكتر واحد بيتعب قبل المدرب، كونه بينتظم في تدريبات، كونه بيروح ويجي مع الولد، كونه ده مش مجهودي. عشان تبقى بالامانه، هم بيكملوا تدريبات في البيت بناء على التعليمات، هم ازاي ده احنا اللي عاملينه اولياء الامور بيفصلوه عشان ده حقهم. فبصراحه يعني هم الثلاث ارباع النجاح بتاعهم والربع بتاعي. دي حاجه. الحاجه الثانيه عايزه اقول الحاجه الناس حاجه ما يعرفوهاش عن ذوي الاحتياجات الخاصه، لو تعرفوا هتتعلم منه. يعني طبعا انا يشرفني ان اتواجد في مكان جميل زي ده، والمجهود الرائع اللي انا شايفاه، ونقف وكلنا وحده واحده وكلنا مجتمع واحد، وبنقف جنب كل اولادنا لان دول في الاول وفي الاخر اولاد مصر، ودايما يا اولاد لازم نقف جنب بعضينا ولنهضه مصر بلدنا، وده انعكاس للمجتمع اننا وحده واحده.